هل يجوز أخذ قرض للذهاب إلى الحج؟ أما إذا كان قرضا ربويا فلا يجوز، إذا كان قرضا ربويا لا يجوز، وأما إذا كان القرض غير ربوي يجوز، وأنه ما في داعي، لأن الله تبارك وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، فالذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يحتاج أن يأخذ دين، لكن لو أخذ دينا يعني شرعيا فيجوز، وحجه صحيح إن شاء الله تعالى.